يعني لا أعتقد أن الفئة الصدري بحاجة اليوم إلى استغلال مثل هكذا أزمات ومثل هكذا مناكبات بين يعني الحكومة وبين الإطار التنسيقي والسياسيين الآخرين، لأنه اليوم يعتمد على قاعدة شعبية قوية، وقد لاحظنا ذلك من خلال المسيرات والمظاهرات، حتى الدعوة إلى المظاهرة المليونية الأخيرة للقضية الفلسطينية، مناصرة القضية الفلسطينية. كل هذا يؤدي بدوره إلى عدم انشغال يعني التيار الشيعي الوطني بما يحدث الآن بين الفصائل يعني المقاومة وما بين الإطار التنسيقي وما بين كل ما يحدث الآن، وقد رأى هذا مسبقا في بداية الحكومة وتأسيس البرلمان الأخير. هذا ما أعتقده، بأن السيد مقتدى الصدر قد قرأ الأوضاع قبل أن تحدث وانسحب على أساس ذلك.